لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. لذلك يبقى التساؤل، الرئيس ظهر حقيقة، ظهر هذا وضعه، وطبعا راح يطول هذا الوضع، ماشو من غدوة راح يرجع يجري كما كان، صعب صعب. حتى الخبراء الطبيين اللي تحدثنا معاهم من خلال الصورة قالوا بأن وضعه سيطول، لكن ما هناك من قال من مستحيل يرجع إلى الوضع الطبيعي، ولكن راح يبقى دائما عنده معاناة. هو أصلا قبل ذلك كانت عنده أمراض. إذن ماذا بعد ظهور الرئيس؟ ظهرت الرئيس، ظهر الرئيس بطريقة زعزعت الثقة وخلت الجزائريين يشكوا فيه أصلا، كاين اللي يشك فيه يقول لك راهم لبسوا له ماسك. اليوم تخبطات هذه في مراسلة المراسلات، ورئيس الجمهورية يهنئهن وكذا وكذا. السيدي قبل ما تظهر حتى للحظة المراسلة، ماذا يضر الجزائر لو أن الوزير الأول بدل يروح للمسيلة يديرنا الاستعراضات هذيك اللي يدير فيها، علاش ما راحش سافر وقعد مع رئيس الجمهورية؟ يروح معاه ثلاثة ولا أربعة وزراء يجلسوا مع رئيس الجمهورية ويصورهم التلفزيون، وهاو جلسة والرئيس الجمهورية يتحدثوا ساعات يعطونا كلمات قالها، يكون هذا أمر جيد. وبعد ذلك عندما الجزائري يا جماعة أنه الرئيس ما يزيدش، ما يقدرش يزيد يرجع أو عنده مازال يعالج، مازال يتابع طبيا، هذا الوحيد. أما إذا كان فقط فطرة نقاهة ما يحتاج إلى متابعة طبية، علاش ما يدخلش الجزائر؟ يا أخي يقول عندنا أحسن منظومة طبية في إفريقيا وفي المغرب العربي. يعني حتى باش يتابعوه برك في فطرة النقاهة ما يقدروش الأطباء نتاع الجزائر. ولا حابين إذا كان ما يقدرش يمشي على رجليه، ربما مرهق، ربما مازال ما يقدرش أرش، يعني ممكن جدا وهذا طبيعي وليست نقيصة. يعني السيد اللي تعرض إلى هذا المرض يعني راه الله يكون في عونه. هذا شيء آخر، وأنتم تريدون أن تظهروه لما ينزل في المطار ويمشي على رجل، ممكن جدا هذه احتمال، ولكن والله ليس عيبا أن تقولوا أن الرئيس راهو مازال راهو دخل وراهو في فترة النقاهة مازالت مستمرة وراهو في إقامته، لما يتعافى الآن لما ظهر الرئيس راهو انتهى الأمر إلى حد ما. ولكن ما تقدروا تقنعوا الجزائريين، الآن ظهوره كان من المفروض يبدد الشكوك، زاد الشكوك. علاش؟ ليست المشكلة وين، راهي الطريقة. الرئيس هو الرئيس، ملامحه كان مريض، كلماته أنه ما متعافي إلى حد كبير. يا جماعة الخير، أنتم بدل أنه تقضوا على هذه الشكوك وهذه، تزيدوا تزرعوا في الشكوك، مش عارف، إما أنكم حابين أصلا هذه الشكوك تتزرع وهذه الشكوك وترون فيها مليح باش الجزائريين يقعدوا مشغولين بالرئيس وانتم تفوتوا في مشاريع أخرى وتفوتوا في حوايج أخرى، هذه ممكن. إذا فكرتوا بهذه الطريقة فأنتم حمقى وأغبياء. وإذا كان أنكم تشوفوا في هذه الشكوك راهي جاية جاية، لا لا، شيء اللي درتوه يجيب الشكوك، كاين طرق أخرى ما تجيب حتى شك، إلا إذا كان عندكم ما تخفون. في الحالة كي تكون عندك ما تخفيه تبدأ تتلاعب من هنا وتلاعب من هنا وتحاول تهرب من المسؤولين. لذلك إخواني الكرام، الأمور ما يحدث والله راه مهزلة حقيقية. لذلك عندما نتساءل ماذا بعد ظهور الرئيس، راه مبني، هذا مبني على الحالة اللي موجود فيها الرئيس. إذا كان الجزائريون يسألون من قبل أين الرئيس، الآن راح يسألوا ماذا حدث للرئيس أو ماذا يحدث مع الرئيس. أن نتابع في شبكات في الفيديوهات التي تنشر كثير من الأصوات صارت تشكك أن هناك صراع كبير ما بين المؤسسة العسكرية والرئيس. هناك يقول لك راه خلاص راهم طيشوه وما عادوش يحوسوا عليه. طبعا عندما ما نشوف وزير راح له، هو الرئيس وظهر، والذي يمنعكم أنكم تروحوا تشوفوه؟ إذا كانت أنجيلا ميركل اتصلت به، وعلاش ما تعلنوش أنه اتصل به حتى الوزير الأول اليوم اتصل برئيس الجمهورية؟ ما هو المانع أنه تخلوا رئيس الجمهورية مكالمة بين رئيس الجمهورية والوزير الأول بالتليفون والصوت مكشوف، كاميرا تصوروا من هنا وكاميرا تصوروا من هنا؟
ما الذي يمنع أنه يعمل اجتماع كونفرنس عن طريق الزوم ولا عن طريق خاصية التقنيات الجديدة ويجلس مع الوزراء وتبينوه ويهدر 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 طريبيان قبل ما تجي تبعث رسالة إلى بايدن، قبل ما تقولوا هالحكايات هذه كل رغم ما عادش يصدقكم حتى واحد يا جماعة. نحن رانا نبحث عن استقرار البلد، نحن نبحث على ما يعيد ثقة الجزائريين في مؤسسات دولتهم. بهذه الطريقة ما تعيد. السبب ماذا؟ السبب لأنه حطوا في الرئاسة أنه الرئيس تبول لما جاب معاه المتردية والنطيحة، مع احترامي للجميع، جاب ناس ليسوا في المستوى حتى إعلامية، بينهم اللي كان يخدم في جريدة، والله شخصيا أنا بينهم من حاورني وعيط لي في التليفون وخذا تصريحات من عندي ولما انشرها احتجيت علي لأنه انشر كلام ما قلتوش، وبعد يقول لي أنا انشرت وش فهمت. إذا كان أنا ذلك المواطن الجزائري البسيط طلق عيط لي كمحلل خذا من عندي تصريح ما نشروش بأمانة ونشره بغلطة، هذا نعول عليه كل مستشار إعلامي في رئاسة الدولة ويعود تحركات وتمثل في الدولة الجزائرية. يا جماعة والله فيها أساتذة في مجال الإعلام، والله نخب، والله أتشرف بأني أكون تلميذ عندهم وموجودين في الجزائر وتم إقصائهم ولا حد يسأل عليهم، وهذه النخب مؤثرة وكان بالإمكان يعتمد عليها في صناعة سياسة إعلامية للدولة الجزائرية وللجمهورية الجديدة اللي يتحدث عليها الدولة. ولكن بهذه الطريقة العبثية، أنت عندك حرب في ليبيا مشتعلة، تهريب الأسلحة، عندك منطقة الساحل والصحراء ملتهبة، تنظيم القاعدة يعود، تنظيم داعش يتشكل من جديد، الصحراء الغربية راهي دخلت في حرب، قد غدوة تشتعل الحدود كلها بتاع الغربية هي مع ربما تصل إلى مواجهة مع المغرب، غدوة قاعدة عسكرية بدوية وجود إلى قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة الصحراوية، تعرفش معناها؟ غدوة احتمال كبير ترامب قبل ما يغادر الحكم يفاجأنا بقرار إدراج البوليزاريو في قائمة الإرهاب الأمريكية، ممكن جدا ولا يستبعد. وذي معناها كي تولي منظمة البوليزاريو منظمة إرهابية، معناها الجزائر تدعم الإرهاب، تجد نفسك في مشكلة كبيرة مع دولة عظمى. ما تقول لي أنه أو رح يجي الرئيس جديد، ما تنسوش بلي كثير من القرارات التي تتخذها أمريكا وحتى الرئيس لما يكون بصدد مغادرة هي قرارات المؤسسات هو فقط يديرها. قرار هذا تبع الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية راهي دارتها مؤسسات عميقة، وهذه المؤسسات ستحاول الحفاظ على هذا الأمر مع إدارة بايدن، رغم أنه ظهرت المؤشرات اللي تقول أنه بايدن ما هو راضي على هذا التوجه، ولكن سيبقى هذا الأمر إلى فترة، ما راح يكون ينزع بين عشية وضحاها إذا لم يتطور الأمر داخل الأمم المتحدة. إذا تطور الأمر داخل الأمم المتحدة بما يخدم القضية الصحراوية هنا يمكن أن يحدث. أنت في صراعات ما ماك وحدك، راهي ما كاين مشروع يسموه مشروع الفوضى الهلاكة الفوضى الخلاقة راهو يمشي. جو بايدن هذا راهو من صقور مشروع الفوضى الخلاقة التي دعمها أوباما، كان من صقورها وكان من دعاتها، معناها أنك داخل على مرحلة جديدة، هذه المرحلة ستكون فيها أمريكا داعمة لبعض الثورات وبعض الانتفاضات الشعبية، وأنت الآن تصنع إلا في الوقود اللي راح يشعلك فوضى جديدة في ظل إدارة جديدة. ماذا لو يخرج لك الشارع الجزائري نهار 21 جانفي بعد يوم من استلام الإدارة، استلام بايدن البيت الأبيض ودخول البيت الأبيض واستلام المهام، كيف راح يقول لك لا بايدن توجهاته في إطار الديمقراطية ودعم هذه الأمور؟ خليكم شوية واقعيين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.